السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم عامر بذكر الله، صباح الطاقه الايجابيه، صباح السعاده، صباح الفرحه، صباح كل حاجه حلوه، صباح النفوس الهاديه، صباح النفس المطمئنه، صباح كل حاجه جميله في الدنيا، صباح الرضا، عشان الدنيا ما تستاهلش اي زعل. بجد الدنيا دي ما تستاهلش اي زعل، طول ما ربنا مدينا الصحه والعافيه ربنا يا رب يزيدنا يا رب، والدنيا مش محتاجه زعل. وهتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، بس خليكي معايا لاخر الفيديو، حطي لايك يا قلب اختك علشان نكمل الفيديو مع بعض كده بطاقه ايجابيه. وانتم مقصرين معايا جدا في الكومنتات، مش عارفه ليه، اكتبي لي كومنت حلو او اذكري الله فيه لنا ولكم الاجر. هنا طبعا كالمعتاد عملت الايس كوفي بتاعي اللي بيفوقني كده وبيخليني فريش، وطبعا الجو حر نار. انا عايزه اقول لكم ان انا شقيتي شويه وهتولع. هنا بقى رحت عملت تيست بالجبنه، طبعا حمصته في الاير فراير وبعد كده فردت عليه جبنه. وهنا بقى الايس كوفي حاجه كده في الجلب يا جلب اختك. المهم تعالوا بقى نروق الغرفه بتاعتي واتكلم معاكم واقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، انا يا جماعه مش عامله خصومات مع حد، ولا انا عمري عملت فيديو يوتيوب علشان اتكلم على حد. انا دايما متصالحه مع نفسي، ودايما اللي باكل مع عيش وملح استحاله اجيب سيرته، استحاله. تمام. بالنسبه للفيديو بتاع اللي انا نزلته، كنت طبعا انا غيرت خلاص العنوان بتاعه عشان كان في ناس يعني تعز عليا كانت فاكره الكلام عليها يعني، وانا عمري ما اتكلم على حد اصلا، حتى لو اذاني عمري ما اتكلم عليه. طبعا الحمد لله ما حدش اذاني ولا حاجه، كل الناس اللي انا اعرفها ناس محترمه وناس كويسه وعلى راسي من فوق. المهم الناس خدت الكلام عليها، لو انا قلت دخلت صاحبتي بيتي خربت خطفت جوزي. انا جوزي يا جدعان مش مخطوف، انا جوزي قاعد معايا، اللي حابب يخطفه يجي يخطفه والله، او يريحني اقسم بالله. طبعا يخطفه هو وبقدونس وقوشة ومكرونه ورابونزر، يعني مش يخطفه لوحده. المهم يا قلب اختك، انا جوزي مش صغير عشان يتخطف ولا الكلام ده، بس انا كنت بتكلم على المطلق اللي هو خلي بالك من بيتك، خلي بالك من حياتك. كانت منزله لي متابعه ليا على التيك توك، قالت لي يا نوجه انا حصل معايا كذا كذا كذا، ومعلش اطرح المشكله. وعلى فكره دي مش اول مشكله، الناس اللي متابعاني يكتبوا لي في الكومنتات، مش انا يا جماعه على طول بنزل لكم قصص للعبره، يكون ناس بينزلوها لي. حتى انتوا في منكم كتير كان بيبعت لي وبطلع اقول حكايته والناس بتدي له حلول. احنا اخوات مع بعض وعون لبعض. عمري على فكره ما اطلع اتكلم على حد كلت معاش وملح. عايزه اقول لكم على حاجه، انا بالنسبه لي الدنيا مش مستاهله، والله الدنيا ما مستاهله. عايزه اقول لكم على واحده صاحبتي، يعني هي مش صاحبتي قوي، يعني مش صاحبتي قوي، يعني اللي هو صاحبتي عن طريق السوشيال ميديا، وكانت بتلعب جولات معايا على التيك توك بس مش كتير، يعني كل فين وفين لما نخش مع بعض جوله. وابنها نزل بالليل يا جماعه ادعوا لامي علشان هي تعبانه. طبعا دخلنا دعينا لها وربنا يشفيكي يا قلبي، وهي كانت تعبانه، كانت بتشكي بقى لها فتره ان هي تعبانه. تاني يوم راح ابنها نزل معي ان هي توفت، وانا لله وانا اليه راجعون. فالنفس داخل ممكن ما يخرجش، فانا مين علشان اتشاكل مع دي وازعل مع ده وازعل مع دي والكلام ده. انا ست متصالحه جدا اقسم بالله من جوايا، لا شايله زعل لحد ولا شايله حاجه لحد جوايا، وبحب الناس كلها. وانا بقدم اعتذاري من خلال الفيديو ده لاي حد يكون زعلان مني، حتى لو كنت عملت حاجه خارج عن ارادتي، او مثلا اتسرعت في كلمه بتاع. انا بعتذر لكل الناس اخواتي وحبايبي، انا والله ولا قصدي ازعل حد، ولا قصدي اقول على حد حاجه، ولا الكلام ده كله. انا عن نفسي مبرئه نفسي من كل حاجه، ومش عايزه حد يزعل مني. الدنيا من فاته والكلام ده كله من فات، وما في مدايم غير وجه الله. فانا عايزه اقول لكم محدش يزعل مني ولا حد يزعل من حد، ودعي الخلق للخالق، سيب الامور تمشي كما ربنا كاتبها. انا عن نفسي عندي سلام نفسي كبير، انا عندي سلام داخلي، محبش اشيل من حد. ولو حد زعل مني انا ببقى زعلانه ان انا زعلته. انا بعترف انا شخصيه متسرعه جدا، يعني ممكن اقول كلمه في وقت غضب تضايقك، بس صدقيني اقسم بالله ان بعدها بفضل انف في نفسي عايزني عملت حاجه كبيره،
حتى لو انت تستاهلي الكلام ده في الوقت ده او الكلام ده، فهو يفضل برضه الوم على نفسه وبرجع اعتذر. والناس اللي عارفاني كويس جدا جدا عارفه ان نوجه ما بتشيلش حاجه جواها، بزعل اللي قدامي وبرجع اعتذر. على فكره انا كده مع كل الناس، مع اخواتي، مع امي، مع جوزي، مع اولادي. دايما اقوم مثلا امسك عيالي، حرام عليكم، يكونوا بقى معصبني ومضايقني بقالهم فتره، اروح قايمه مثلا ضربهم. بعد كده برجع ابقى ندمانه جدا وابص فيهم واقول لهم انا بعتذر لكم ما تزعلوش، مش عارفه ايه، واقعد طيب خاطرهم، ولا لازم اعمل لكم حاجه بتحبوها، اخدهم افسحهم، اخدهم اشتري لهم حاجات، اخدهم مش عارفه ايه. فانا والله العظيم مش بشكر في نفسي، بس انا انسان عنده سلام نفسي كبير قوي، حبش حد يكون زعلان مني. لو حد زعل مني في كلمه، حد زعل مني في فيديو، حد زعل مني في حاجه انا بعملها، فارجوكم ما تزعلوش. انتوا غاليين جدا عندي، انتوا بجد غاليين عندي جدا، وربنا يسعدكم ويصلح ما بين ايديكم يا رب العالمين، وما يدخل بينا حاجه وحشه. طبعا انا بقول الكلام ده عشان انا جالي كومنتات على الفيديو اللي فات، في ناس فاكراني ان انا برمي عليها الكلام. انا مش من النوع ده، انا لو زعلانه من حد مشكلتي ان انا بروح اقول له. مشكلتي ان انا ما بعرفش اخبي الزعل، بيبان على وشي، بيبان على صوتي. طب اقسم بجلال الله ان انا لما جوزي بينزل الشغل ومفيش بينا حاجه، متصالحين والحياه جميله وبتاع، وبينزل الشغل وما اكون زعلانه من موقف ما مثلا حصل لي على في شغلي هنا مثلا حصل لي، فباجي مثلا الو ايه يا محمد مش عارف، بيعرف من نبره صوتي، يفضل يقول لي في حاجه، اقول له مفيش، يقول لي لا. فاللي عارفني قوي عارف ان انا بمجرد ما الكلمه بتضايقني او الحاجه بتضايقني بيبان عليا، بيبان على اسلوبي، وبرجع انا طيب الخاطر، ومش عيب ان انا اعتذر. يعني انا ما عنديش كبرياء اللي هو لا 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 انا ما غلطتش، لا انا بعتذر، انا غلطت في حقك بعتذر، بس عندي حاجه وحشه قوي في شخصيتي ان انا ما احبش ان انا احس ان الانسان اللي قدامي ده جاي عليا او بيفتري عليا، حبش احساس الافتراء خالص. حسيت 1% انك بتفتري عليا هتشوف وش تاني خالص، صدقوني انا ما بحبش الوش ده يطلع، لاني انا على قد طيبه قلبي وعلى قد ان انا بسامح وبرجع اعتذر وكده، بس فيا حاجه وحشه ما اتمناش ان حد يشوفها ابدا، اللي هي حته التسرع دي. فربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين، واسفه جدا لو طولت في الموضوع ده، انا بعتذر كتير ليه النهارده مش عارفه. المهم تعالوا انا اعمل الروتين بتاعنا النهارده، والاوضه دي كانت الاوضه بتاعتي، عايزه اقول لكم ان هي كانت عايزه تتفجر، بس يعني تتفجر رغم ان هي يوم، يعني انا امبارح ما روقتهاش. الله اكبر الله اعظم، هكمل بعد الاذان. هنا بقى يا حبايبي قلت الم بقى ايه القمامه والحاجات دي، وهنا يونس بقى كان قاعد حران جدا وقاعد لي يا ابن الحلال، قاعد يقول لي انا عايز العب عايز العب، اقول له يا ابن الحلال تلعب مع مين؟ يقول لي العب مع اي حد. طبعا اخواته انا بودي اوشا ومريم وزياد دلوقتي دروس، بدانا الدروس خلاص. هو المفروض عاده انا ببدا من شهر 8، بس المره دي بدات بدري علشان علشان ايه؟ علشان يعني طبعا المدرس قال لي ان هو مسافر وكده، فانا قلت لا خلاص يبداوا اليومين دول عشان لما يجي هو يسافر يبقى احنا خلاص خدنا البريك، تمام؟ فنزلتهم بعد الدوره الصيفيه كده ياخدوا دروس انجليزي، ياخدوا مثلا رياضه، نحو، هم ضعاف شويه في النحو. هنا بقى انا يونس بقى قاعد معايا مقنسني وعمال يتكلم معايا وعمال يتمرمغلي على السرير، وعمال اقول له يا ابني اوعى رش معطر. هنا بوريكم المعطر ده يا جماعه جاي لي هديه من السعوديه، بس ايه كل مره بطلع اقول في شعر المعطر ده من اجمل العطور اللي انا شفتها حقيقه، وهو مش من هنا، هو انا كنت في السعوديه وحد جابه لي هديه، فتحفه جدا جدا جدا. تعالي بقى لقلب اختك افرجك شويه حاجات كده انا جبتها عشان نستفيد من بعض، وعشان يعني حبيت اوريها لكم. يعني بصي بقى يا قلب اختك، انا نزلت شارع العشرين امبارح، كنت محتاجه شويه طلبات. اقعد يا يونس هتقعد، ماشي قول لهم باي، ماشي. كنت محتاجه شويه طلبات فقمت اجيبها وافرغها لكم. استنى يا يونس، استنى. بصي بقى يا جماعه، انا كنوجة ما بعرفش احط ميك اب خالص، بحط ميك اب بس مش بعرف الخطوات، يعني مش بعرف الاول مش عارفه تحطي ايه علشان ايه عشان ايه عشان يظبط ايه.
فبدات اتفرج على القنوات بتاعه الميك اب، بس القنوات بتاعه الميك اب اللي على التيك توك اللي هي السريعه يعني. المهم اتعلمت كده كام حاجه. انا عندي الميك اب يعني، عندي ميك اب، بس بقى طبعا بعد ما اتفرجت على الفيديوهات دي عارفه روح الميك اب ارتستي بقى ظهرت جوايا وقالت لي يا بتشي عنوجه انزلي اشتري شويه حاجات. فاشتري شويه حاجات باسعار حلوه جدا، والكوبي بتاع البراند، بس الكوبي بتاع البراند تحس ان هو اصلي واسعاره في قلبك. تعالى اوريك اول حاجه. بصوا اول حاجه السبونشات دي، بصوا يا جماعه دي براند، هي براند دي كانت جايبها ب 15 جنيه. وعلى فكره السبونشات اللي جواها قسما بالله وهم ما تفرعهاش بينها وبين الحقيقي، اهي دي ب 15 جنيه. دي بلاند. ده بقى مناديل اللي هي المعطره دي، بحب اجيبها جدا للولاد، باخدها معايا تمام. باخدها معايا في شنطتي، لازم يكون معايا مناديل مبلله كل ما انا خارج تمام. فجبت دي كانت عامله برده كام؟ كانت عامله 20 جنيه. بصوا يا جدعان، دي بقى الفوطه اللي هي ايه؟ الفوطه اللي بتشيل الميك اب. طب نحط الميك اب الاول؟ لا، نوجا طبعا بتجيب ايه كده. فدي حلوه جدا جدا وعجبتني، كان سعرها عامل 20 جنيه. استنى بس، استنى ما تطلعش كل المفاجآت مره واحده. فعجبتني جدا دي، كانت عامله 20 جنيه. بص تعالى. ماشي. بصوا يا جدعان، دي كانت عامله بس 65 جنيه. دي عامله 65 جنيه، بس عايزه اقول لكم ان هي تحفه قوي. حطيت على بصوا اللي هي العنكبوت دي، مش عارفه دي برضو براند ولا ايه. بصوا من جوه عامله كده، بصوا هي اسمها العنكبوت بيتهيألي، حتى عليها رسمة عنكبوت. بصوا بقى شكلها من جوه عامل ازاي، تعالوا نجربها. بصوا ده، بصوا ماما طبعا انا اتدهولت هنا، همسحها طبعا دلوقتي فوق. ايه ده، ايه ده الهم ده؟ بقول لكم ما بعرفش احط ميك اب، هو الحر مخلينا زبده سايحه تمام. المهم كده هي تحفه جدا يعني، وكانت عامله 65 جنيه. بصوا هو ده اسمها سينما مسكرة رموش العنكبوت. هي فعلا عنكبوت بتنسى في حاجة ما تنساش. بصوا بقى، جبت الاسبونشة برضو على شكل الفطرة دي، ودي كانت عاملة كام؟ بصوا شوب جنيه. صوابع. جبت الضوافر دي، قولوا لي بقى رايكم فيها بجد. انا اصلا ما بركبش ضوافر، بس ايه حبيتها، قلت لا انا رايي انه لازم تتغيري وتركبي ضوافر والحاجات دي كلها. بصوا ومعاها ضوافر زياده هنا، عشان قولوا لي رايكم، قولوا لي رايكم في الحلو. دي سيريس، ما تقعدش تطلع كل حاجه عشان انا في حاجه لسه ما عرفتهمهاش. بصوا ده مصحح حواجب طبعا. بصوا مصحح الحواجب ده كان عامل 35 جنيه، بس برضو انا يعني واخده عليه ده. ام ان بتاع طبعا، ام ان غنيه عن التعريف. تمني ايه ده؟ شوكولاته. شوكولاته ده يا جماعه الالوان، وده الايه؟ المسبب. والله يا يونس انت تعبتني نفسيا. لا والله. بصوا بقى جبت ايه كمان؟ جبت قلم الروج ده، هو روج من هنا وهنا ملمع. بصوا تعالى نحط الملمع بتاعه. هو لا، المفروض اصلا اللي بيتحط الروج وبعد كده الملمع. يقتل يا امي. بصي تمام، ده اللون
متحطش على الليب لوس. كان نفسي قوي يا بنات جدا اطلع من البنات اللي هي بتاع الريال بتاع الليب لوس. كان نفسي ابقى دي والله. مش عارفه يعني مش عارفه المتقمص جوايا مش طالب الموضوع ده. بصوا بقى بصوا بقى جبت دي عجبتني جدا شكلها. بصوا عامله ازاي. قولوا لي رايكم في النضاره دي. نبقى اكلم حد يكلم حد يكلمني. طبعا مش رايقه على الاسدال اكيد على طعمها تكون جامده جدا. قولوا لي رايكم فيها. دي كانت عامله 95 جنيه. حطيتها جوه. شاطر. وجبت الاسبونشه دي كانت عامله 10 جنيه وجبت ال دي كام؟ 15 جنيه. دي دبابيس يا بنات بتتلبس كده. دي دبابيس. ودي ايه؟ وده شجلام. تنت شجلام. تنت شجلام يا جدعان. تنت شجلام. بكام بقى يا بنت شنبه؟ ب 15 جنيه تنت شجلام. طبعا ده اللي هو الكوبي اكيد. حطي نقطة يا اختي. قلت لك حطي نقطة واحدة رحت ملغوصة. انا بلعب في وشي. انا بلعب في وشي. حد محدش يمسكني ميك اب. انا ماشي يا جماعه. المهم ان التنت ده رغم ان هو كوبي بس جامد جمودة. هيهدى 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 يا اختي. اللي انت بتعملي في وشك يا هم يا نوبة. المهم ان هو هيهدى دلوقتي. هو كوبي بس جبار. مش كلام يا بنات الكوبي. المحل ده بصوا ده بقى. بصوا دي عامله 30 جنيه اللي هي ايه؟ اي لاينر. اي لاينر. النبي يا نجم عايزينك تزعلي. يا جماعه دي قول لي اخد كورس ميك اب فين؟ انا لازم اخد كورس ميك اب. يعني انا لازم احط ميك اب لجوزي بدل ما يتجوز عليا. يا اختي البنات اليومين دول 16 17 سنه ماشيين بيضوا من كتر الميك اب. وانا اختك في الله عندها 32 سنه اقسم بالله ما بعرف بجيب الحاجه يعني بجيب الحاجه زي ما انتم شايفين احطها في الادراج ومده صلاحيتها تنتهي وارمي وارجع اجيب تاني. ولا انا لازما المره الجايه ايه اتعلم الميك اب. طبعا جوزي فاتح سوبر ماركت يعني ناس رايحه ناس جايه بنات رايحه بنات جايه فلازما ابقى زيهم. بصي بقى ده بيدي فوليوم للشفايف. هي قالت لي كده وقالت لي يا نوجا لو ما ظبطش معاكي رجعيه وخدي فلوسك وخدي الضعف الفلوس. تمام. بس انا مش عايزه اجربه الصراحه. ليه بقى؟ ان انا عايز ساعات ميك اب وبعدين بروق وبعمل رايحه اعمل غدا وبتاع هبقى عامله كده مثلا. انا الصراحه مش مصدقه بس انا بعمل لكم فيديو تفصيلي على التيك توك بيه عشان وقت الفيديو وعلشان انا اصلا ماليش مزاج اعمل ميك اب دلوقتي. اوكي. دي شوية الحاجات البسيطة اللي أنا جبتها. بحبكم أوي أوي أوي. ما تنسيش تحطيلي لايك للفيديو ده ويا رب تكون الحاجات أي نعم هي بسيطة ممكن أكون مش فاهمة أوي بتتحط إزاي والكلام ده. فبلاش تنمر في الكومنتات. أنا بعترف على نفسي نو 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 نو. أوكي؟ أوكي. قلب أختك. حطي لايك كومنت حلو وإن شاء الله انتظري الفيديوهات الجاية. طبعا لو مش متابعاني اعملين وطبعا مش متابعاني على التيك توك يلا يا قلب اختي قربنا نكمل ال 300,000 على التيك توك وهنعمل حفله جامده. وطبعا القناه بتاعت ال 300,000 دي القناه الجديده اللي احنا فاتحينها لسه ما فيش شهرين. ده فضل من الله ان احنا قربنا نوصل لل 300,000 فيها. طبعا ده كرم كبير قوي من ربنا. تمام. هنا بقى لسه ما وصلناش 100,000. عايزين درع اليوتيوب يا جدعان. يعني ساعدوا نوجا ساعدوا نوجا بالاشتراك بس مش اكتر عشان نوصل 100,000 على اليوتيوب ويجي لنا الدرع. بحبكم قوي. يا رب يكون المحتوى بتاعي بيعجبكم. بعمله والله العظيم بدون اي حاجه ما بكونش مجهزه ايه اللي هقوله.
بطلع كده افرح معاكم وافرحكم وتفرحوني. بلايك وكومنت حلو، احلى مسا عليكي يا قلب اختي. سلام.